استاذ اشرف عجلان. أهلا بيك. ممكن حضرتك عرف نفسك بس للمشاهد؟ انا اشرف عجلان، مصري زي بقيه المصريين اللي مهتم بالشان المصري ومهتم بثوره مصر. وحضرتك شاركت في ثوره مصر؟ شاركت طبعا ثوره مصر من اولها لاخرها. الاخرها لسه ما جاش. عايز اعرف بس تعليق حضرتك على وثيقه الازهر، خاصه ظهور شيخ الازهر دلوقتي على الساحه السياسيه. مع ان شيخ الازهر معلوم لدى الجميع وخاصة شباب الثورة انه كان معارض لثورة مصر ومعارض وهجوم لازي على شباب مصر، فما رأي حضرتك في ظهوره على الساحة السياسية الان يعني؟ في الواقع انا عايز ابتدي من نقطة ايه، مبادئ دستورية ووثيقة مبادئ حاكمة للدستور وهكذا. اعتقد ان ده شيء مفتعل تماما. احنا مش محتاجين لمبادئ فوق دستوريه ولا مبادئ حاكمه للدستور، لان الدساتير زي ما كل الناس المتخصصين عارفين، الدساتير اما دساتير مرنه او دساتير جامده. لو احنا عايزين نحمي الدستور بتاعنا ممكن نعمل دستور جامد. دستور جامد يعني ايه؟ يعني دستور لا يمكن تغييره بسهوله، شروط تغييره تبقى شروط يعني صعبة شوية. فبالتالي الحوار والخلاف على مبادئ حاكمة للدستور ومبادئ حاكمة للدستور وبعض القوى السياسية ذات المرجعية الدينية بالذات حاسة ان المبادئ الحاكمة للدستور او اوعز اليها ان هذه المبادئ الغرض منها ان هي تقصيها عن المشاركة في العمل السياسي فيما بعد نجاح الثورة، فأعتقد كل ده مفتعل. احنا مش محتاجين الخلاف على هذه النقطة. وان كنت عايز اقول ان ما ورد في وثيقة الازهر في حد ذاته هو ايجابي من حيث المبدأ، ولكن كنا نتمنى ان يأتي هذا الموقف من الازهر بعد ان ينال استقلاله بالفعل وليس قبل ان ينال استقلاله، حتى يبعد عن نفسه شبهات العصر الماضي والخوف من تكرارها في عصر ما بعد الثورة. طب حضرتك تطرقت للمبادئ فوق الدستورية، يبقى كده هنعني بالدكتور علي السلمي. فالكلمة اللي ممكن توجهها للدكتور علي السلمي بعد ما مجيئه هو شخصيا بعد الدكتور يحيى الجمل. اذا المشكلة واحدة، واحد بيسلمنا للتاني. المشكلة الاولانية الدكتور يحيى الجمل اثرها، والمشكلة التانية دلوقتي علي السلمي بيقدرها. هو الحقيقة كنا في دوامة الحقيقة يعني. هو تعلم طبعا السلفيين والقوى الاسلامية ترفض هذا الايه المبادئ، كما قلت حضرتك في ايه في الحديث. أنا نرجع تاني يعني، هو نفس السؤال بيعدنا لنقطة إن الخلاف على هذه المسألة هو خلاف مفتعل، ويبدو خلاف مشبوه إلى حد ما. يعني افتعاله في حد ذاته يبدو إلى أنه يهدف إلى غرض معين. أولا إحنا لا يخفى علينا أن المشهد الثوري انشق، تمام، ولا يخفى على المهتمين يعني أسباب شقه إلى نصفين. وهذا الشق أصبح غائر أو أكثر وضوحا بعد الإعلان على فكرة المبادئ الحاكمة للدستور واعتقاد هذا المشهد الإسلامي أن الهدف منها إقصاؤه عن المشاركة في الحياة السياسية. ولا أعتقد أن هناك سائر في مصر أو مصري حقيقي يريد أن يقصي أي مصري أيا كان انتمائه السياسي أو الديني. فبالتالي هذه الفكرة في حد ذاتها كانت مسمومة ومدسوسة. لكن أنا فعلا تصفحت الوثيقة اللي أتى بها الدكتور علي السلمي، والمفروض أن هي دي يعني المبادئ الحاكمة للدستور. في الواقع هي تصلح قواعد أو ما أصح تصلح مواد في دستور من حيث صياغتها وموردها فيها. فالمواد الدستورية هي عادة مواد عامة شديدة العمومية والتجريد، يبدأ تفريغها تفصيليا أكثر في قوانين في مرحلة لاحقة. فبالتالي أنا أعتقد أن نقطة أن جهات أو أشخاص أو مسؤولين معينين يجهدون أنفسهم في أن هم يصيغوا وثيقة مبادئ حاكمة للدستور أو وثيقة مبادئ ما فوق دستورية يعني بتنتج في الآخر شيء يصعب الفصل ما بينه وما بين فكرة الدستور نفسها أو مواد الدستور نفسها. يعني حضرتك ضد المبادئ فوق الدستور، يعني المفروض الدستور يصاغ كما المعتاد طريقته العاديه. انا بقول الدستور دائما، ليس اولا ولا اخيرا، الدستور دائما. والدستور لا يحتاج الى هذا اللغط، الدستور يحتاج منا. لان احنا مش لسه بنبتدي فكره الدستور، مصر عندها تاريخ
وتقاليد دستورية تعتبر من أقدم التقاليد الدستورية في العالم على الإطلاق. فبالتالي إحنا مش محتاجين نخش في أفكار تعتبر بتؤسس للفكر الدستوري على من البداية. إحنا عندنا تقاليد دستورية عميقة، وإحنا كان عندنا دستور شابه العوار نتيجة التعديلات المتكررة والتفصيل والقص والوصل فيه، ولكن ما إحناش محتاجين إن إحنا نتكلم على مبادئ حاكمة ولا مبادئ مفوقة دستورية. وإن كان يعني أنا أتصور أو أتذكر إن كان بداية الكلام على مبادئ المفوقة الدستورية كانت على لسان المرشح لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد البلدعي، وأعتقد إن النقل من ألمانيا كان غير موفق، لأن ألمانيا عندها مشكلة لا تنطبق على مصر إطلاقاً. قعدت في ألمانيا فترة. أنا درست قانون في ألمانيا واشتغلت في المجال القانوني بعد ما خلصت دراستي في ألمانيا. فألمانيا دولة اتحادية، الولايات في ألمانيا بتتمتع باستقلالية نسبية، عندها كل ولاية عندها مجلس يعني نيابي وعندها حكومة خاصة بيها، وده ناتج لأن ألمانيا نفسها كانت عبارة عن إمارات مستقلة ما توحدتش إلا من حوالي 100 سنة. فألمانيا عندها مشكلة أو شبح التفتت يطاردها دائما، والكلام على هذا يعني يعتبر من يوميات أو مفردات الحديث اليومي في أوساط المثقفين المهتمون بالشأن السياسي والوحدة الألمانية. فبالتالي الهدف من وجود مبادئ حاكمة للدستور الألماني هي الحفاظ على وحدة ألمانيا، وبحد بقدر الإمكان التأكيد على الوجود داخل هذه الوحدة والحول دون التفتت مرة أخرى إلى الإمارات السابقة. يعني قياس الدكتور محمد البرادعي على ألمانيا ده يعتبر قياس فاسد؟ في الواقع احنا في مصر بدون ما نقول فاسد ولا صالح، احنا عايزين نقول كل احترام الدكتور محمد البرادعي، ورغم اختلافنا معه في بعض النقاط القليلة، الا ان احنا فاسد او اي لا يصلح. ما انا عارف حضرتك ما تقصدش غير ان انت يعني تقيمه من الناحية الفنية، ولكن هو الوضع في مصر بالنظر إلى الوضع الألماني اللي تطلب مثل هذه المبادئ ما فوق الدستورية هو وضع معاكس. إحنا دولة مستقرة دائما راسخة تعاني من الرسوخ حتى، فلسنا في حاجة إلى مثل تلك المبادئ. لا نريد أن نفتعل أننا أن نعمق أو نعيش ونصدق فكرة أننا مسيحيين ومسلمين، أننا بيننا سلفيين وإخوان. هذه بدع ستنتهي. الشعب المصري قاعدته طياره العريض شعب معتدل، وسيظهر هذا في أي انتخابات حقيقية، وأؤكد على فكرة حقيقية، أي انتخابات حقيقية ستكون تعبيرا ساطعا عن أن هذا الشعب شعب معتدل، وسوف يختار كل من يعبر عن هذا الاعتدال. وانت طيب، متشكر، تحت أمرك.